تسأل عن حكم التهليل قبل أذان الفجر بساعة أو بنصف ساعة. فإعلان التهليل قبل الأذان في الفجر هذا بدعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بذلك في المناير والمكروهات هذا من البدع المحدثة، لكن ما أنزل الله بها من سلطان. نعم التهليل ذكر لله طيب وهو أفضل الذكر وهو كلمة التوحيد، ولكن جعله بهذه الصفة تحديده بهذا الوقت وسبق الأذان به هذا بدعة. لو أن إنسانا ذكر الله بما بينه وبين نفسه وأكثر من ذكر الله فهذا شيء طيب، لكن توظيفه في وقت معين تجد دليل، وكذلك أداؤه على صفة معينة تجد دليل. فهذا الذي يقال قبل الأذان من الأذكار هذا بدعة، يجب تركه. جزاكم الله خير.